دخلت محطة تحلية مياه البحر الباخر المحطمة حيز الخدمة أمس الاثنين، وذلك تنفيذا للمخطط الاستعجالي المتضمن إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة أزمة شح المياه في العاصمة. العملية أشرف عليها وفد وزاري يتكون من وزير الطاقة والمناجم محمد عقاب ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني ووالي الجزائر العاصمة أحمد معبد، إلى جانب يوسف ساسي الرئيس المدير العام للشركة القابضة SVH ولطفي زنادي الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فروع سوناطراك. وزير الموارد المائية أكد أن الأمن المائي في الجزائر يمر عبر تحلية مياه البحر، وأضاف أن مع هذه المحطة ستكتفي ولاية الجزائر بالتموين بالمياه ليتم تحويل مياه السدود التي كانت تغطي الجزائر إلى ولايات أخرى. والي العاصمة أحمد معبد أشار بالكفاءة العالية التي اكتسبها مهندسو الشركة الجزائرية للطاقة وكوسيدا القنوات، مشيرا إلى أن تكنولوجيا تحلية مياه البحر كانت محتكرة من طرف بعض الشركات الأجنبية، وأكد على ضرورة التحكم في إنجاز المعدات والآليات التي تدخل في إنجاز هذه المشاريع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال.